السيد الرئيس ديال جامعه بنين شتوكه، كنا الان درنا واحد استجواب مع التلامذ ديال المؤسسه التعليميه الاعداديه، وسولنا مع النقل، قال لك اودي النقل غالي عليهم مضطرين، كاين اللي عنده جوج وليدات ثلاثه، اشنو رايكم في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرئيس رئيس جامعه شتوكه دائمه الازمات للجديده. حنا بالنسبه لهذا النقل، حنا جامعه شتوكه فيها واحد 40000 ديال الساكنه، وهاد السكان كلهم كيسكنوا في العالم القراوي تقريبا واحد 90% وما يزاد عليها. هاد الوليدات بغينا نعاونوهم مع الغلاء ديال الاسعار والغلاء ديال الفنوات ديال اللوجيستيك كله غالي، وهذا الشيء راه معروف. حنا كانوا كيخلصوا واحد 100 درهم وطلعوا الجمعيه طلعتهم واحد 150 درهم، ولكن ما نشكوا بصراحه، شكوا الاباء بزاف، وكاين اللي قال لك ولادي غادي ينقاطعوا الدراسه، كاين اللي عنده جوج ثلاثه، واليتام ما كيخلصوش، والمطلقات ما كيخلصوش، هادو عافينهم 100% هادو ما كيخلصوش، ولكن رغم ذلك هادو وليدات جاهم الثمن طالع 150 درهم، ودابا راينا ان شاء الله باش داك هذاك الدعم اللي غادي خص غادي نديروا حنا الدعم للجمعيه، نزيدوا واحد 50% ديال الدعم باش نرجعهم واحد 120 درهم من اليوم، اللي نخلصوا 120 درهم للتلميذ، يعني لان هاد المحروقات غلات بزاف، زادت فيها تقريبا 50% ديال الزياده، شي مع هادشي معروف، لا حول ولا قوه الا بالله، الوليدات ساكن تقهروا والاباء، ولكن حنا الجماعه هي اللي غتعوض هذاك الزياده، غتعوض الجماعه، غنزيدوا واحد 50% باش نعطيو باش الوليدات يخلصوا واحد الثمن، يبقى مال ولا بقينا على الثمن ديال الغلا خصهم يخلصوا 200 درهم، ولكن الدعم ديال الجماعه هو اللي غادي يغطي لنا هذا العبء على الجمعيه. اذا هنا الجماعه هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال اضافه واحد المبلغ مالي للجمعيه باش تخفض الثمن اللي كاين هو دابا اللي كيشتكيو منه الاباء. امتى غتتم هذه العمليه قلتي؟ ابتداء من اليوم. من اليوم من اليوم ان شاء الله. من اليوم غيدير واحد 120 درهم، يعني ثمن رمزي غادي يبقى للوليدات ثمن لا باس به. وكاين شي ناس كيقول لك بلي الترونسبور ديال الترونسبور ما كيوصلش حتى لهذوك المناطق ديالهم. لا ترونسبور وصلت الشوكه كامله. كامله. ما عندناش معاه، كاين البلايص اللي عندهم الطريق الوطنيه ما كيبغوش ياكلوا، ما عندنا ما غنديروا ليه، ماشي ما بغاش يخلص، خاصو يجي يشارك بعد يشارك عند الجمعيه، يبدا يخلص مع هذه واحد يخلصوا ياخذ واحد الكارت يخلصوا واحد 120 درهم ويمشي عندهم النقل. لا ما كاينش مشكل، ما تحدوا في بلاصه ما كان. اذا ابتداء من هذا اليوم. من اليوم ان شاء الله 120 درهم. هذه اتفاقيه مع الاعضاء، مع الاعضاء ديال الجامعه كلهم وبالاغلبيه صحيحه باش موافقين باش نديروا الدعم للنقل المدرسي باش يبقى لهم. حنا وقت يكون مجان ولكن صعيب باش نديروا لهم مجانيه. ما هو راي رئيس الجمعيه ديال النقل بجامعه بنين شتوكه في الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الراك خالد رئيس جمعيه النقل شتوكه. بغيت نوضح واحد القضيه، اننا العام اللي فات كنا دايرين الواجب الشهري للتلاميذ 100 درهم، ولكن ملي سال العام ولا عندنا واحد العجز ديال 70000 درهم، اذا نظرت الى هذا العام اننا نزيدوا لواحد المبلغ اللي هو 150 درهم للشهر، ولكن بوصل بفضل المجهودات وبفضل التدخل ديال سي عبد الرحيم ابو القاسم والمجلس الجماعي ديالو ارتئينا اننا نهبطوا الصومه ديال الاشتراك 120 درهم. حنا بغيت نقول واحد القضيه من هذا المنبر، ان حنا عندنا في الجماعه ديالنا عندنا 30 عضو، الكتاب ديال الجمعيه ديال النقل المدرسي مفتوح، اللي بغى يشوف المصاريف ديالنا والاستلامات ديالنا مرحبا، ما عندنا مشكل مع حتى واحد. اذا هناك شفافيه في التعامل مع الارقام. بالضبط تماما، لان عندنا لاخا سميتو الواجب ديال التامين، عندنا واجب ديال لاخا سميتو ديال المحروقات اللي عارفها كلشي، حتى ارتفاع مهوي للمحروقات. وبالنسبه للاستاذ كان سول على ديال ان ما كنغطيوش لاخا سميتو تراب الجماعه. تراب الجماعه بالعكس، الجمعيه في العهد ديالنا غطات اكثر من 400 كيلومتر اللي كتضرب في النهار، وما يمكنش ان الجمعيه تدخل لشي بلايص وحنا عندنا طوبيسات مع لاخا سميتو واحد النوع هابط شويه، ضروري خاص اصلاحات، يعني البيس كتكون بزاف، يعني هذا المشكل اخر هذا خاصو اذا نتمناو تكون صرخه الاباء وصرخه الوليدات توصل الاذان ديالكم، وانتم لبيتوا الطلب وغادي تخفضوا السومه ديال النقل، ونتمناو كل الخير مستقبلا ان شاء الله، وتزيدوا تزيدوا في الدعم ديالكم والتفاوض. كيف نقول حنا بطبيعه الحال، حنا بالتضافر الجهود ديالنا بسي عبد الرحيم ابو القاسم بالمجلس الجماعي ديالو، حنا ما عندناش لا ناقه ولا جمال، حنا الهم ديالنا هو الاطفال ديال
يبي يمشي يقراو ويوصلوا الامور ديالهم في صحه جيده، وهذا هو الامر. اذا شكرا لكم على هذا التصريح.